السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديد وسما ديد. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال فوائد فازلين في تربية الأرانب. اذا هذا الموضوع نتحدث عليه يعني اسمه هما الامراض اللي ممكن يداويهم فازلين. شحال واحد غادي تجي الحالة غريبة ان فازلين غادي يشارك في تربية الأرانب. تربية الأرانب وهو التهاب العرقوب. المشكل اللي يقدر يداوي هو التهاب العرقوب. بالنسبه للذكر تبارك الله كما كتشوفوا معايا هذا الذكر راه سنين بزاف يعني بابيون معروف، هذاك هو الوزن ديالو ملي كيبدا كيكبر هذاك هو الوزن ديالو. اذا الى الناس اللي دايرين التربيه الارضيه ممكن انهم ما يلقاوش هذا المشكل ديال التهاب العرقوب. حنا كنقولوا معرقب، يعني اسمه هو التهاب العرقوب، وهو ان الارجل الخلفيه ديالو كيتصابوا بواحد جروح على مستوى الارجل الخلفيه. سمو كيوقع كيتنتف منه الشعر ديالو، كيتنتف منه الشعر وكيولي هذاك الجرح ما حدو هو كيزيد يعني في الوزن ديالو وهو كيأثر عليه اكثر، وخصوصا النظافه، قله النظافه. كاين الناس اللي دايرين مثلا كيجان بحال هذا الشكل هكا ولكن ما كينقيوش، يعني مثلا هاد الكرياج راني انا داير له كامل لتحت، يعني اي اوساخ كطيح من هنايا كتمشي لتحت. كاين الناس اللي دايرين الكاج ولكن هاد الثقوبات ديالو كيكونوا صغار، يعني الكارويات ديالهم صغيورين. سمو كيوقع ان دوك الاوساخ ديالو الفزك ديالو عزكم الله كيبقى تما مع الارنب. سمو كيوقع ان هذاك الجرح اللي كيجي في الارجل الخلفيه ديال الارنب ما كيتعقمش ما كيطهرش، كيبقى ماشي كيبقى نقي، كيبقى ديما موسخ. والجرح اذا مشات بقى ديما ما معقمش ما كيبراش، وبالعكس كيزيد مازال كيتخمج كيظهروا عليه يعني واحد نقول واحد الماء في الجوانب ديالو كيولي ديما ما كيبراش ما عمره ما كيتطور وكيبرا. اذا بالنسبه للذكر سمو كيوقع الا كان فيه التهاب العرقوب كيولي انه ما كيقدرش يطلع فوق النتوه انه باش يقوم بالعمليه ديال التزاوج، يعني كيولي كياكل عندك انت ما كتستغلوش، يعني ملي كتبغي يدير العمليه ديال التزاوج ما كيقدش. علاش؟ لانه مصاب بواحد الجروح كاينه في الارجل الخلفيه، والارجل الخلفيه هي اللي فيها يعني هي اللي ممكن انه يبقى يعمد عليها باش يطلع فوق النتوه ويقوم بالعمليه ديال التزاوج بطريقه صحيحه. بالنسبه للانثى حتى هي ملي كتكون مصابه بالتهاب العرقوب ديما انها ما كتكونش على راحتها، يعني ديما درجه الحراره ديالها طالعه، يعني ما كتكونش صالحه للولاده، كتكون معصبه بزاف، كتولي كترمي الصغار ديالها قبل من الوقت، كتولي ممكن انها تاكل الصغار ديالها، لما لا ان ما كتكونش على راحتها، ان ديما كتكون عندها الحراره درجه الحراره مرتفعه. بالنسبه للدواء الفعال ديال هذا المشكل هذا وهو بلو دو ميثيلين، واحد الرشاشه زرقاء كترشوها فوق هذاك الجرح، ومع المده كتحسوا داك الشيء كيبدا يحيد، ولكن الثمن ديالها 35 درهم، كاينه ديال المهم الرخيصه كاع كدير 30 درهم. اللي ما عندوش الاستطاعه انه يشري هاد بلو دو ميثيلين ممكن انه يستعمل الدواء ديال هاد الحلقه هذا وهو فازلين عاديه. هذه باكيه كلها كدير 5 دراهم. انتم كما كتشوفوا كاين ديال الحامض، كاين ديال الورد، كاين اللي ما فيهاش كاع النكهه، يعني ما فيهاش الريحه. المهم هذه كدير 5 دراهم. شوفوا الحجم ديالها راه كبيره بالنسبه للحجم ديال يدي، شوفوا راه كبيره بزاف. يعني هذه كتقعد تدهنوا لهم بها بهذا الفازلين هذا، تدهنوا له في الارجل ديالهم. و القضيه اللي مهمه في هاد الحلقه وهي النظافه. ما تخليوش واحد الجرح وتقولوا غادي يبرى بالدواء، الا ضروري ان يعني تكون الكاج منقي مزيان، او في الارض حتى اذا كان في الارض وكان فيه التهاب العرقوب ممكن انكم ديروا له
يعني الدواء ديالو هو فازلين، ها هو فازلين عادي، هذا راه 5 دراهم قلت لكم، 5 دراهم ممكن ان ديروا منها غير شويه، راه ماشي بزاف، كدهنوا شويه في الاصبع ديالكم وديروها على ديك الجرح وراه كيولي مزيان. غير هي خاص ضروري مع هاد الدواء هذا فازلين راه معروف، مع هاد فازلين هذه ممكن انكم ديروا يعني التعقيم، يعني هذيك الجهه ممكن انكم ترفعوا عليها واحد الفاصمه رقيقه، ماشي النوع ديال الفاصمه اللي غادي تلصق على الجرح، وانما شويه ديال القطن وتلويو عليها وتخليو هكاك واحد نقول واحد اسبوع ولا، راه ملي غادي تحيدوا هذاك يعني الدماده غادي تلقاو داك الشيء باري الحمد لله. اذا فازلين دواء بسيط، وحتى الناس اللي ما بغاوش يديروا الدماده ماشي مشكل، ممكن انكم تديروا غير فازلين وتعقموا داك الجرح مزيان، يعني واحد الفوطه ولا شي منديل يكون نقي ولا قطن، وتعقموا هذيك الجهه مزيان، ولكن الكاج يعني هذا الكاج اللي هو كيتمشى عليه ديما يكون نقي، باش داك الجرح اللي كيكون في الارجل يكون ديما معقم ونقي صافي. ولزتوا عليه فازلين راه كيجيب الله التيسير. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، في الحقيقه هي فوائد فازلين في تربيه الارانب، ولكن راه فوائد فازلين في يعني للقضاء على التهاب العقوب الخاص بالارانب. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، مرحبا بكم في قناه دي دو سامدي. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جيم باش تساندونا ونزيدو نصيفطوا لكم فيديوهات ديما في هذا المستوى، وتكيو على زر الجرس كيوصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.